لدى وصولك. تزود ببطاقة هويتك وقصيمة الدفع. توجه إلى موقع إدارة قائمة الانتظار بالدور واختر خدمة البطاقة الممغنطة. تأكد من أن رقم الدور يبدأ بحرف A. كذلك تأكد من أن رقم بطاقة هويتك يظهر على الورقة المأخوذة من الجهاز. انتظر حتى تتم قراءة الرقم المناسب وانتقل إلى نافذة استقبال الجمهور واتبع تعليمات المندوب الخاصة بإصدار البطاقة. الرد على 5 أسئلة عشوائية من أجل التشخيص والتحقق من صحة البيانات الخاصة بك. صورة الوجه. تأكد من عدم وضع النظارات، القبعة أو الكوفية. احرص على النظر إلى الكاميرا وليس إلى شاشات العرض. عملية إدخال بصمات الأصابع والإبهامين بالتوازي. انتظر حتى استلام البطاقة الجاهزة. إلى اللقاء بعد 4 سنوات بعد انتهاء صلاحية البطاقة.